أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصول مبادرة راجعين نتعلم محافظات الجيزة والقليوبية وبورسعيد لتوزيع المستلزمات الدراسية على الأطفال المحتاجين. المبادرة تهدف للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً في كل محافظات مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار الشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.